كتب الهداية واضحة التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضحة التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. غدوة أو بكرة إلى السفر، أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد، أو صبح غدا أو سرمدا إلى أو الأبد. واسم المكان النحو سر أمامه وخلفه وراءه قدامه يمينه شماله تلقاءه، وفوقه أو تحته إزاءه، أو معه أو حذاءه أو عنده، أو دونه أو قبله أو بعده. هناك ثم فرسخا بريدا، وها هنا قف موقفا سعيدا. باب ظرف ظرف أيوب بابية. وعن كسو جرلي وأن كسو هذلي منصوبات الأسباي أسباد اللي نسبيني. وعن صور شيئني أسباد اللي نسبيو سدح إيه طوان إني تهي سدح إيه طوان كاسي سدح باب مرفوعات الأسباء يقصو شيئي من سوء إليني. ثلاثة من سائر الأسماء خلت منصوبة، وهذه عشر تلت وكي أنصوب الرئي سدح منصوبات الأسماء كم إذا وحن كنصوب الرئي مرفوعات الأسماء سدح لا روحي أهين خبره كان اسمه إنا والطابع للمنصوب طوان منصوبات أيو ترين أيو مدوى المباب كيس أوكين أي طوان كي لواء أيان كنصوب بحني سدح لواء سنة وحي أهين المفعول به والمسدر باب المفعول به لواء الرمود أيو كهذا لي باب المسدرنا لواء الرمود أيو كهذا لي باب المفعول به لواء الرمود أيو كهذا لي لواء الرمود نوحي أهايين مفعول به محالي رهدا ميخوء غير سما مفعول به وحالي رهدا سد حد مضوحي لغيه لو اسم النما منصوب نما يفعل وكدر العين ميخوء غير سما لواء غير سما ظاهر إيه مضمر مضمر كان لواء أسي غير سما إيه متصل إيه منفصل أصلا تفصيلين مصدر ايه كوي ميد باب المصدر لبعض رمض ايو كهذا ليه مصدر محالي يرى هنا مصدر ميخوق غير سماع مصدر محالي يرى هنا سؤاشا ودو كغير جواب المصنف سيدو اجرومي قوية جوابو كله غيحين دي رسمي هاي المصدر اولها موسى غيحين لكن حواء المبتداه الموسى يحروين ايو ايو الشيخي ووحو يرى مصدر وحالي يرى هنا فعل ما كان لقد قد يوم رضا سدحات وحي ما دام مصدره ساسو الشيخي وايه ما هو قيم سما الله مو قيم سما مصدر كان لفظي يوم معنو لفظي وحالي يرى هذا بيرى مصدر كان يفعل لغا حقا لفظي يا حقا معناها اللوضة ومركا يسكو وافقا معنو لو حالي يرى هذا مصدر كان يفعل لغا لفظي ويسكو خلافين لكن معناها يسكو وافقين حقا سنو تشوقي عو حمد الله بينا مصوبة الأسماء كي سدحد وأجرومي وكان لغا كي سدحد يكي أفراد لماذا لماذا ظرف أيو ظرف الزمان ظرف المكان أيو كلمت لي سنة يرى مسوات الأسماء فرية طبعاً وغني كتاب كأنما لماذا ظرف ويسكون دري باب الظرف كل يوبحيي رجع سنة يرى وغني مسوات الأسماء سنة حية طبعاً سنة حري وصو شيء يا طبعاً كي يهدر تيرين هيو كي سنة ظرف ويه هو ظرف باب الظرف مصنف وجهد لياء وكلي على ما أرمه لماذا أعلم أنه هو ظرف الزمان محلي يرى هذا ظرف المكان محلي يرى هذا بس أنت سوك وغهض لي كذب نو مثالين ظرف الزمان محلي يرى هذا وشيء يو مثالين ظرف المكان محلي يرى هذا وشيء يو مثالين أرن يرأ وكزياري وأجرومي أوسن شيء مفصل الدون واسك الله فينا ويو أغا فهم هو سوئير بهاي إن شاء الله مطمم كأيان كفهم الدون وده يدون لك إن شاء الله وعارك دوننا ظرف الزمان محل يرى هذا ظرف المكان محل يرى هذا الله يوكا هذا الله ماذا بيقى اسكو داري ظرف الزمان يرى ظرف المكان مدو والما سند حرم وضوحي لغا هلوي مدو والما سند حرم وضوحي لغا هلو معاي تاي اسم الزمان وينو يهي اسم وقت وينو يهي اما اسم مكان كو كواهل يعني ظرف الزمان كو كلا اسم وقت وينو يهي وقت مجعي وينو يهي كو منصوب وإنو يهي لبو
في معناها أي فائدين وإنه فائدية أو كنا حجرتانا في وحي فائدية ساعة كنا حجرت والناس في المسجد هذه اللي يريد هذا معناها يقولون نغني الناس ضدك في المسجد مساجد كنا حجران الناس وضد المسجد نوى مساجد كنا حجرت حقيقة إيمان هايس في ذا كين هايس وفي ذا معناها ذا كنا حجرتها هذا الظرف كمعناها ذو فائدين يكون حجرتان أي فائدين ظرف الزمان وحالي يرى هذا اسم وقت مجعيس وإنو يهي وكو منصوب وإنو يهي والله معنيه في أي فائدين جكت وإنو فائدية ظرف مكان حالي يرى هذا دي مكان أما بوس مجعيس وإنو يهي منصوب وإنو يهي معنيه في أي فائدين جكت وإنو فائدية وإنطا كدب يو مثالين مالك واح آلو فردوين أرير وكدر ينا وإسكان عافينا مطمئن كان إن شاء الله كبار دوننا هو ظرف الزمان ما هو ظرف لا ظرف ولا هو ظرف اسم وقت وقت مجيئي أو مكان اسم مكان أما مكان مجيئي ظرف وحوي وقت مجيئي مكان كي وقت كستو أنت سما نسبومي كل ضمان على تقدير في قدر دي لا يكون نسبومي عند العربي عرب أكتر يكون نسبومي هو ظرف زمان هو ظرف هو ظرف ده اسم وقت وقت مجيئي وي او مكان اما مكان مجيئي وي وقت يا مكان كان مت كستو انت سبا نسبومي كل ضمان على تقدير في قدر دي لا يكون نسبومي في معنى اي فائدين فائدين وجيدا عند العربي عرب اكتر ايورا يكون نسبومي عند العرب إذا هذا الكو أي كنت من ما يأي البيت كنت بحسرية ومعنى وين كنت بحسرية إذا وقت لي أي نظر في المكان أي نظر في الزمان نسبومي أتا أوي ما دو ظرف المكان أي ظرف المكان أوي ما دو مبهما حال أوي هاي مبهم ومطلقا حال أوي مثل إطلاق في غيره ظرف المكان غيرك فليعلم هل هو هذا وإنت أنك تغير أنه وإنت أنت سخوض دري أنك تغير أنه ويقول أي ظرف المكان وإنه مبهم نقضى ظرف الزمان مبهم يغير المبهم تكون دوراها النقض مبهم حال لو جيلة غير المبهم حال لي له أنا كمرض من أقول دورنا إسكنا في بيتك هسكون لي واي هاي واحد وعندي ظرف المكان يظهر في الزمان من والما قيحد لي سوى الأغاني ظرف المكان وحال لي ظرف في الزمان وحال لي هذا وقت مجيئيس إسلام كان الناس بسن في معنيه أي فائدين جثنا فائدين ظرف المكان محل إذا هذا مكان أما بوس مجعيد بس لما في معنيه أي فائدين دي ثلاث فائدين دي واي هاي انت هديا اسلفة هني ظرف الزمان هي ظرف المكان يا نسبية هو الاسكية قلنا فعل ما نسبنا يا إلا منصوبات نوعنا فعل يا نسبنا يكون عمل خلي هاي مفعول به فعل يا نسبنا يا مصدر فعل يا نسبنا يا ظرف الزمان إذا في مكان فعل وما نسبنا إياه تيم وكوسي عدي والنسب والنسبين تلا نسبنا إياه بالفعل فعلي وي فعلي أنا نسبنا إياه الذي فعلي جرى سعودي به ظرف الزمان أما ظرف كوس سعودي يعني ظرف ك فعل لقى كوس سعودي والنهدي سؤول دعي فعلي أنا نسبنا إياه يعني ظرف ك ظرف الزمان ك يظرف مكان ك فعليا بحديها بحديث فعليا معايا فعليا بحديث معايا وهي واحد ك نسبنا مثال اكو سي سعد فهد ما اكو اراده الزام صام محمد يوم الجمعه صام محمد هو صوم يوم الخميس مالك خميس اي صوم صام وافعل الماضي محمد هو فاعل يوم وظرف ظرف الزمان يوم ذا نسبنا هاي صام فعل غاسان نسبين هاي فعل غاسين وحو نحن عيوم كي دحديس مالي كي دحديس وصوم كان عي وصام هذين الفعل غان صوم كا سومي دالي وحي نحن عضي يوم الخميس مالي كي خميس هذا ما الظرف كان فعل غان نحن عان نسبين هاي ساس اوشي ده والنسب نسبين بالفعل فعل بقوة هذي الذي فعل غو جراس سعودي فعل غان به اي فيه ظرف كي دحديس السعودي ظرف نحديث الفعل يا نحن نعيه نحن سعودي كاسا نسبينيه ومثالي برد
كسرت وان سعودي ميلا هل الأرق أيان سعودي واعتكفت وان اعتكافي أشهرا بلوين أيان اعتكافي أو ليلة أم هل هلين أيان اعتكافي أو يوما هل مالين أيان اعتكافي أو سنينا أم سنوين أيان اعتكافي أو مدة وقت أيان اعتكافي أو جمعة أسبوع أيان اعتكافي أو حينا وقت أم اعتكافي أو قم استاك صباحا صبح لي استاك أو مساء قلب استاك أو صحرا أرورتي استاك أو غدوة أرورتي استاك أو بكرة أرورتي استاك إلى السفر سفرت أنت اللي جاري أو ليلة الاثنين هبينك سنين تستاك أو يوم الأحد أما مالك أحد استاك أو صوم صوم غدا بري صوم أو سرمدا أما ولي يابا صوم أو الأبد ورقة صوم يعني وحكم مثالين يا ظرف الزمانك إنك صوم مثالك أهر وكبر الله بين ظرف المكان واي لكن أنت كلا ظرف الزمان وي كسرت ميلا ميلك وحلي إلى هذا أفر بقو أفر كنوت اللابا أفر كنوت اللابا ميل لي إلى هذا الأرق بارا لو معنى يعني ما كان ميل بناني استاكتو إيش هذا ماشي aragto ugu shisheeyso ya miil li yiraahdaa intaas afar kurood la barawii barga miil ka dhaaf zaman ma haasiga laakiin inta kale dhaaf zaman kii wii mithaliye sirtu waan socday miilan hal il arag ayaan socday waa atakaftu waan i'tikaafay ashhuran bilooyin ayaan i'tikaafay oo sirtu miilan sir fi'lun maadi mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'raab سر فعل الماضي مبني على السكون للاتصالي بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب وطاء فاعل سر مبني على الضم في محل رفع ميلا ظرف مكان منصوب بالسرت ميلا ظرف مكان منصوب بالسر فعل يا نسبي وانا فعلي دحدعيو صعد كان وخو دحدعي او دح صعوتي ميل كاسي الأرجاس أما أفتى كونت لا بد أحد السعودي سرت فعل وفاعل ميلا ظرف مكان منصوب بسرت منصوب على ظرفية وضيقة منصوب بسرت وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد واعتكفت وحن اعتكافي أشهرا بلوين يعني اعتكافي اعتكفت فعل وفاعل حد الفعل اعتكف مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الاعراب وطاء فاعل اعتكف مبني على الضم في محل رفع اشهرا ظرف زماني منصوب باعتكف علامة نسبه فتحة ظاهرة في اخره لانه جمع التكسير او ليلة الاثنين ام او ليلة ام هل هبين عيان الاعتكاف أو يوما أما هل مالين أيان اعتكافي أو سنين سنوين أيان اعتكافي أو حرف عطف ليلة معضوف على أشهر والمعضوف على المنصوب منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد أو يوما أو حرف عطف يوما منصوبا على أشهر والمعضوف على المنصوب منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد أو سنين أو حرف عطف سنين معضوف على أشهر معضوف على المنصوب المنصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخره أو مدة ولغا سنة أو قوة أو دواء حرف عطف مروض أو مدة مدة اعتكافي اعتكفت وحن اعتكافي أشهرا بلوي أو ليلة هبين أيان اعتكافي قراءة الاعتاك هذا القبل الله إلى واي أكبري يا ليلة ليلة هذا أو يوما أما مارد أيان اعتكافي قراءة صوب عند القبل الله إلى أي كدر أنت سليلة أو سنينا أم سنوين أيان اعتكافي سنة اللي لما يتونك بلوضوها أو مدة مدة اعتكافي مدة 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 يحينا واسكم معنا معنى هذا لو حوية وقيب وقتك كم ذا قيب تهب بغناطة أم هيا وحير أو وقتك كم ذا أم واحد بغن أم واحد هذا كل وعلي هذا مدة يحينا إيا لي هذا أو مدة أيان اعتكافي مدة وحوها أو جمعة جمعة اعتكاف جمعة هاك مالك وجهدو الجمعة وحالي يرى هذا أسبوع تضبطي مالي ما يا الجمعة اللي اسكي يرى هذا جمعة سيدا يوجه هذا أو حينا وحوغا من اعتكافي
حينا مده ايي لا معنى تاي وخوغا ويان او قم استغني يهوني صباحا سوحدي صباح وحالي يرهدا وا بريغا لغا بلابو الى لخده ساعه لغا غيرو وا صباح او مساء اما قلب ايان الاعتكافي بعد الزوال ظهر مركو قال لغا بلابو الى قرخده كدعدا مساء لي يرهدا او سحرا اما ارورتي ايان الاعتكافي سحرا يا غدوة يا بكرة سد حدا وإيش كم معنى دوي وأرورتي ونضمان وإيش كم مين أما وحيانا يكون كلام الدليني أو غدوة أرورتي أيان اعتكافي أو بكرة أرورتي أيان اعتكافي أو سحرا أرورتي أيان اعتكافي أو غدوة أرورتي أيان اعتكافي أو بكرة أرورتي أيان اعتكافي إلى السفر سفرت أنت اللي جالس سفري أيان اعتكافي وسفرت إلى بحيث ما شيء جوي أو ليلة الاثنين أما هبينك اثنين تأيان اعتكافي أو يوم الأحد أما مالك أحد أيان اعتكافي ليلة أي أحد وهي محل شهيدك وظف الزمان الوضع أو صم صوم نيوني غدا بالرسون صم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت غدا ظرف الزمان منصوب بالصم أما منصوب على ظرفيه وعلامة النسب هي فتحة طاهرة فيها آخره أو سرمدا أو حرف عطف سرمدا معطوف على غدا ومعطوف على منصوب منصوب علامة نسبة فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد أو الأبداء أما ولي واصومي أو حرف عطف الأبداء معطوف على غدا والمعطوف على منصوب منصوب علامة نسبة فتحة ظاهرة في آخره أنت وحي يكون مثالي ظرف الزمان ظرف المكان يكون مثال لي عندنا واسم المكان اسم المكان نحو السير صعو أمامه هرتيس صعو أو خلفه أما جلاشي صعو وراءه جلاشي صعو قدامه هرتيس صعو يمينه ميكتيس صعو شماله بدحديس صعو تلقاءه كسهرجتكيس صعو أو فوقه كركيس صعو أو تحته أهوستيس صعو إزاءه كسهرجتكيس صعو أو معه أسيل جوجيس صعو أو حذاءه كسهرجتكيس صعو أو عنده أكتيس الصعو أو دونه سكديس الصعو أو قبله هرتيس الصعو أو بعده قراشيس الصعو هناك هلكا صعو ثم ماشني صعو فرسخا هل فرسخ صعو بريدا هل بريد صعو ها هنا هلكني قف استاق موقفا ميل استاقو سعيدا ولاكسا يعني إذا في مكانك أيو مثال وحوغائك مثالي معنى كلمة هو سيب لبغن معها واسم المكان اسم المكان ظرف المكان نحو سر السعو أمامه هرتيسه وكان ميل تاين تاين أمام ميل أفضل بذو وحا كاه الرياضنا أمام ليلة هذا أمامه أو خلفه أما جلاشيس السعو وحا كاه الضبو إلا خلف ليلة هذا وراءه إيا خلفه أيا اسم معناه وراءه جلاشيس السعو قدام إيا أمامنا هو اسم معناه قدامه هرتيس سعوه يمينه مدكتيس سعو شماله بدحديس سعو تلقاءه وحا اسكو معناه تلقاءه إيا إزاءه إيا حذاءه سدح لها اسكو معناه سدح لها أجنوبه اسكو حجيسين جي كسوهر جيت كادوه يا لما يلمك عفر إذا وحي كاسوهر جينا يا حذاءه إيا تلقاءه إيا إزاءه اللي يرهنه إزاءه وراءه إزاءه شماله تلقاءه هرتيس كسهر جيت كيس الصعب أو فوقه كركيس وحلا وحي كاسر إذلا فوق ليلة هذا أو تحته أما هرتيس الصعب وحلا وحي كاه سيوضنا تحت ليلة هذا إزاءه كسهر جيت كيس الصعب تلقاه يولا معنيه أو معه لجوغيديس الصعب من أكتيس هو لجوغت الصعب أو حذاءه كسهر جيت كيس الصعب أو تلقاه إزاءه بي حذاءه لمعنته أو عنده أكتيس الصعب أو دونه سكديس الصعب مال أساها كسك الصعب أو قبله هرتيس الصعب أو بعده قداشيس الصعب هناك هلكا الصعب ثم ماشافك صعب هناك وظف مكان لكن هو مبني فلوان دورنا إن شاء الله تعالى مبنيه على السكون كاف كومتشو هناك روا مبنيه على السكون في محل نصب على الظرفية
ثم ثاد وي كور دغنت ما غدنا هداد غدو حرف العطف كي واه حروف العطف كي هي كميد اهي ثم ايت ثاد وي كور دغنت هاي ثم وي اذا رايت ثم رايت نعيما وكلوي ثم وي هي هناك هلكا سوق ثم ماشا سوق هناك يا ثم وي اسكو معنا فرسخا فرسخ سوق فرسخا و فرسخ وحالي له هذا هو هاتين يسترو أوري تون ميل واي ميل هو أنا جي شيء نأفر كل وقت لابو صباح أوري تون ميل يا فرسخ لي له هذا أعرف هو في إسكير هذا هو ده ده بريد بريد سعد بريد كذا يقول هو إلى نور كيلومتر يا بريد لي له هذا يبا حاضر سنة هذا ترى وان كيلو هو وها هنا هلكني ها هنا ماشي دوي ومكان يجونا هذا هو رقم جدته هنا دواي هنا وظف مكان مبني على السكون في محل نصب قف استأجني يوم موقف الميل استأجوا سعيدا ونكسر استأج قف موقف سعيدا بيتك سعيدا تبيتي يعني ظرف الزمان كمثال ذي سوكا ظرف مكان مثال ذي سنوكا لما أنا مصنف وكهذا اللي أكلي هذا في الزمان محل يلا هذا ظرف مكان محل يلا هذا ويسكون داري ظرف ظرف الزمان يا ظرف المكان يسكون داري ووقت أما مكان مجيء إسلام مركا أنا منصوب ولا نصب لي معنيه في أي فائدين جتلا فائدين معنيه إنت سخسوا قوي ظرف الزمان وحلي على وقت مجيء منصوبنا معنيه في أي فائدين جتلا فائدين ظرف المكان وحلي على مكان أما بوس مجيء إسلام مركا منصوبة معنيه في أي فائدة تفتنى فائدين كد النوو مثالي وحكا لكم أتشرو وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.